السلام عليكم. هاد الصباح لاحظت بلي كاين واحد الفيديو واللي واحد الموقع سمحه الله قطع منه واحد الطرف بحال ويل للمصلين وداروا دار البوز. معليش الان انا كنعتذر بزاف من الله سعاد صابر، وان كان الكونسيبت ماشي هو هذا لانه طلبوا مني نقول واحد الكلمه حق الزوجه ديالي، ولكن قبل ما نقولها في الزوجه ديالي قلتها في الله سعاد صابر وقبلت راسها والاخت نعيمه الياس، ولما كحست سعاد صابر باش نكون بينها وبين مراتي ساهو مني ما رديتش بالي بلي ما عندهاش وكذا، وتعثرات شي شويه الحمد لله ما طاحت حتى شي حاجه، ولكن هما هزوها الطريف. كنعتذر لك لاله سعاد، وان كان هذا الشيء كان بيناتنا بالتليفون البارح وقلت لك راني لما شفت الفيديو حشمت مراسي وكنعتذر لك قلبنا على الضحك، ولكن ما فيها باس حتى لا دار الفيديو البوز بهذه الطريقه، فاحسن على الاقل نديروا البوز بقيم انسانيه وباشياء اللي يمكن ما نبغيوهاش توقع في المجتمع ديالنا، ولا تضر للاباء للامهات للفنانه ديالنا. فانا غادي نرفق لكم هذا الاعتذار ديالي الرسمي بالفيديو الاصلي باش تشوفوه وتحكموا بنفسكم، ومع ذلك كنبغيكم كنبغيك لاله سعاد وسمحي لنا وراك انت فوق راسي ومعذره على هذا الساو ديالي. شكرا. هادوك سبحان الله كون مكتبة بعزة هادي درت خدات الموية في سير الحمام، وكانت ديما كتقول لي تزوج في العيمة هادي، وما درت واحد الإشهار يلاه عرفت ابتسام 15 يوم درت إشهار ديال النسكافي، وابتسامة هادي لعبات أمي وكتقول لي سير أولدي الله يسهل عليك الله يفتح عليك ويزوجك. وجاتني واحد الرسالة من عند خطيبتي، وهذوك الفلوس قسم بالله الفلوس ديال الإشهار هما اللي عطيت لهاد المرأة باش تجوزني. شكري معايا لاله سعاد صابر، حنا في مدينة قلميم في المهرجان دواد نون الدورة السابعة. ديري لها واحد التكريم اللي كنظن انها تستاهلو. لاله سعاد كي دايره لاباس عليك؟ لاباس. ديريك شنو الشعور ديالك بهذا التكريم اللي ديري لك؟ شعوري ناحيتك ولا ناحية التكريم؟ ناحية التكريم. في الحقيقة هي محط تنبلو بزاف، وكنجيو ملي كتجلس في الظل وكيجي واحد التكريم كينفض عليك الغبار وكيشوفوك الناس المحبين ديالك واللي كيعشقوك. ولكن شنو السر ديال انك بقيتي تبارك الله؟ نعم ملي عرفتك في سير الحمام باقا جميله وباقا ما تكمشتي ما والو، شنو السر داخل عليك بالله؟ والله العظيم تتكمشت. لا 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 هانتوما شهدوا. والله العظيم اتمتع بالحب، الحب الحب الكبير اللي كيحبوني به الجمهور ديالي والناس ديالي، واللي لقاني كيعمقني ويسلم عليا، اذا انا استمد الحب والجمال من عينين هاد المحبين ديالي وكذلك انت، لانني كنعتبرك ولدي الروح. الله يحفظك الله يطول عمرك.